السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في أمام الفندق تاع مازفران اللي أول مرة سوف نروح نشوف جولة استكشافية واستطلاعية داخل هذا الفندق الكبير جدا اللي فيه عدة أجنحة. ونشوف أنا عند حسب الصور هذه رانا في يعني فندق كبير يعني بذات الحجم. والآن ندخل للفندق الداخل نشوف. وهنا كذلك نشوف الأطراف نتاع الفندق هذا اللي تم يعني تجديده في العامين الأخيرين. هذو تم تجديد المرافق تاع الفندق هذا وإعادة يعني كل الأجنحة نتاعو. وهنا نشوف هذا جانب من الفندق. واللي تم إنجازه في بداية الثمانينات يعني بداية السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. واللي كان في وقتها يعتبر أكبر فندق في الجزائر حيث أنه يحتوي على قرابة 350 غرفة وحوالي 110 سويت من نوع سويت اللي تم يعني إعادة تهيئتها على الشكل سويت. وبحيث أن الغالب في هذا الهندسة هو القوس، العنصر تاع القوس وكذلك العنصر نتاع السمك نتاع لي باروا. وهذا العنصرين نلاحظهم كثير في الهندسة المعمارية يعني الصحراوية في مدننا الصحراوية. فيه طابع صحراوي اللي تم يعني توظيفه في تصميم هذا الفندق. خليكم تابعوا هذا الفيديو وتكتشفوا يعني أجزاء أخرى من هذا الفندق الكبير يعني اللي مثل المطعم. ونعاود نولي لقاعة الاستقبال و يعني جوانب أخرى من هذا الفندق الرائع يعني الحقيقة. علاش مليح يعني علاش رائع؟ لانه الطراز المعماري طراز اصيل، عنده طراز اصيل جزائري اصيل يعني نشوفه يعني من الخارج يبان الطراز هذا. وحتى في ادق التفاصيل نلاحظ الاستعمال والتوظيف نتاع لي موتيف اسلاميك لا يعني في الزخارف وفي الشرابية هذوك المشرابية اللي يغلقوا بهم فتوحات. أنا أشوف إذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو بدون ما نزيد نطول عليكم والسلام عليكم.